السيدة محسام تتفضل. ايوه مع حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. قول لحضرتك، كنت اسالك موضوعين الحلقة النهارده عن السعي. انا عندي ابني يعني دلوقتي عنده 40 سنة، هو من 12 سنة وهو عنده الاكتئاب الجسيم وبيتعالج. طبعا هو الاكتئاب ده مش مرض، مش مرض يعني، مش جنان، بس هو اكتئاب اللي هو ما عندناش الامراض الامراض النفسيه عندنا مش جنان، ده عندنا زي الامراض دي، الامراض النفسيه زي الامراض الجسديه بالظبط العضويه. فهو كل طبعا ايه اللي حواليه، واولهم في الاساس والده، اللي هم ايه يعني، لا لازم يسعى، لازم يشوف، لازم هو ما فيش الحكايه دي بالنسبه له، مفيش التزام لاي مواعيد باي شغل لاي حاجه، لان هو بيجي عليه فترات بتبقى فيها نايم على طول. ما هو بياخد يعني العلاج ما ولا لا فيش، يا ام سيده محسن؟ بياخد علاجات كتير هو جدا، سؤالي بياخد بياخد العلاجات بانتظام ولا هو لما بيزهق بيسيب العلاج؟ لا بالعكس، ده هو منتظم قوي، كاتب ورق بالعلاجات وعامل جدول في على التليفون وجدول قدامه بالورق، عشان لو نسي جرعه ما التليفون يرن ياخد الجرعه الثانيه كده بالتوالي. بس هو فعلا بالطريقه دي. انا عايزه اعرف يعني هو كل اللي حواليه، لا هو كويس ومفروض يسعى يعمل اي حاجه، يشتغل من البيت، يعمل وهو بيقول لي ربنا عالم انا اللي جوايا ايه اللي شايله. انا بقى الوحيده اللي ربنا عالم انا شايله الجبل ده على كتافي، لاني مش مقدر عارفه والله، اعمل ايه. مقدر انا والله، مش عارفه مقدر والله، ما والله. عارفه اسد يعني ايه اللي انا ممكن اعمله، يعني انا لوحدي، هقول لحضرتك حاجة، ربنا موجود. الله يخليك، اتفضل. هقول لحضرتك، بص يا حاج ام حسام، احنا عندنا اتفضل. حاجتين، حاجة على مستوى حاجة على مستوى ابن حضرتك، وحاجه على مستوى اللي انت تعمليه. اول حاجه ان هو لازم يتحرك، لازم يتحرك. اسمعيني طيب بس للاخر، انا عارف ان لازم تتحرك دي هي بتزعجه. هو لازم يتحرك لاسباب كتيره، احنا مش بنطالبه ان هو لازم يتحرك فيبقى بيرفكت ويعمل كل حاجه 100 100، احنا عايزينه لازم يتحرك تدريجيا، يعني هو ما يسيبش نفسه، لان للاسف الاكتئاب ده متسلسل، لو الانسان ساب نفسه بيفضل يتسلسل فيه لغايه ما يخليه ما يعملش اي حاجه في الدنيا، وده يزود الاكتئاب مش يقلله. فهو لازم يتحرك حركات مناسبة، وأنا بنصيحتي لي إن هو يدور على الهوايات اللي هو بيحبها، يعني يدور على الحاجات اللي هو بيحبها ويبتدي يعملها. يدور على الهواية على هواية تتعلق بالرياضة، هواية تتعلق بالموسيقى، هواية ولابد إن تكون الهواية دي مبهجة، يعني يعمل الهوايات المبهجة اللي بتدخل السرور على قلبه. إذا عمل الكلام دوت أنا أظن إن هو دوت مهم جدا، خطوة مهمة. يبقى إحنا نقول له شوف الهوايات، طلع الحاجات الكراكيب اللي عليها تراب دي ونظفها، وشوف الهوايات اللي أنت بتحبها واعملها. يبقى ده بالنسبة لابن حضرتك، لكن أنا لا أحب ولا أحبذ إن إحنا نطوعه إن هو ما يتحركش، لا يتحرك بس يتحرك في الأشياء اللي بيحبها. هو هيقول والله في حاجات كتيرة كنت بحبها وما بقتش أفكر فيها دلوقتي، نعيد الذكريات مرة تانية ويحاول يعيش فيها. بالنسبة لحضرتك أنت عندك 3 حاجات تعمليهم. الحاجة الأولانية كثرة الدعاء، ما تسيبيش سجدة من السجدات في صلاتك إلا وتدعي له فيها. يعني إحنا عندنا 17 ركعة في اليوم في الفرائض، تدعي له في كل سجود، تدعي له في كل سجود، يبقى عندك 34 سجدة تدعي له في ال 34. الحاجة التانية إن أنت دايماً تقولي له كلام إن الحياة ما انتهتش، إن الحياة مستمرة، إن ربنا سبحانه وتعالى معاك، وإن ربنا عالم بحالك، ولذلك أي حاجة هتعملها في الاتجاه الصحيح ربنا هيدعمها. يبقى تاني حاجة أفهمه إن ربنا بيدعمه. تالت حاجة بقى، أنت بالنسبة لحضرتك أنت لازم تقرأي شوية أو تتعلمي شوية فيما يختص بهذا الاكتئاب الشديد الحاد. فعليه طيب؟ لأن في بعض الأحيان لما يحصل انتكاسة ممكن تخرج مننا كلمة كده ولا كلمة كده ممكن تكون ليها أثر صعب. يبقى الـ3 حاجات دول أنا أظنهم يكونوا أشياء جيدة جدا جدا بالنسبة لحضرتك.